السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello, my name is حبيبة. Welcome to the channel. So again, I did drawing for Dimitri from Fire Emblem Three Houses. I have the idea, I think, from 2 to 3 weeks. I haven't draw it. Let's see. رجعت أرسم ديمتري من فاير أمبلوم. والله هذه الفكرة كانت في راسي من زمان، يعني تعرفوا الواحد إكستريملي زول لازم 3 أسابيع، وهذا إذا ما كانت أكثر، بس يفضل أني ما أشوف التاريخ فيها عشان ما إذا أقول أوه ماي جاد. نشوف. كنت جدا 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 ليزي الفترة الماضية، ما كنت أتكلم، إكستريملي سوري. ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، مجرد هيد شوت فورهم يعني. اعتقد الالوان اوكي هالمره، عيبني رشات الزرق والله عيبني الفكره، لكن ما اعتقد اني بسويها حق باقي الشخصيات. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي، وشكرا وشكرا على اللايكس والسبسكرايب والكومنتس. بليز لا تنسون كومنت. خلونا نتكلم عن، أعرف إنها بتكون إكستريملي راندم يعني على الأشياء اللي إحنا نتكلم فيها، شو الأشياء اللي تحسونها صعبة إنكم تسوونها وترسمون؟ بالنسبة حقي 20,000 مرة أعيد تلوين الشعر، البشرة ما يعيدني، أبى أحسن من مستواي، أحس مستواي خرا طبعاً، ما يغركم هذا طبعاً، ما زلت أحس إنه خرا، وايد أسوي فان آرت أحسن. حلوها يا حزن. لا يعني الواحد يرسم الشيء اللي يعيبه. بعدني عندي رسمة طيب بعد حق فاير امبلوم، اريد اسوي لهم بوستر. I have another drawing for fire emblem also. I'm thinking, I'm working on a poster idea. Still not sure. I hope I'm going to يعني submit most of the character on it, or maybe I will end up just drawing the leader head, Dimitri, Edelgard and the cloud. يا أبغى أسوي لهم فان آرت، والله هالفترة في راسي من زمان بصراحة، فأتمنى إنها تضبط تضبط إن شاء الله وتحصل على اللايكس اللي أنا أتمناه. تشوفون إني يمكن مرتين لونت الفراشات، بصراحة كان جد 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 رهيب. أنا حبيت فكرة السباركس، لكن ما أدري بعدين رجعت أغير. ما في مجال، مستحيل الفكرة تروح وترجع. غير فاير امبلوم عندي فاينل فانتازيا 7 بعد ان شاء الله. بسايد فاير امبلوم اي هاف فاينل فانتازيا 7. really want to do some little fan art for them. What else? I need to write it down. I must write it down. بس الحمد لله والله أنا أحس يعني في شوية تطور. أعرف إني مش لهناك، لكن في تطور. أتمنى إني أحسن أفضل أكثر على كذي. عندي موضوع يبغالي أتكلم عنه next time بصراحة، بس ما أدري أخاف الشخص هذا يدخل. معني أشك الناس ما يجون، بس ما بنشوف. ان شاء الله حق الفيديو اللي نتكلم عنه ان شاء الله بكتب ملاحظة بعد لا انسى الموضوع بعد. يلا تمام، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وشكرا جزيلا.